ثقافياً، وبمناسبة اليوم العالمي للشعر المصادف للواحد والعشرين مارس من كل سنة، نظم نادي منارة الإبداع بالتنسيق مع المكتب الولائي لبيت الشعر الجزائري وتحت إشراف كلية الأداب واللغات قسم اللغة والأدب العربي بجامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريج ندوة شعرية نشطها العديد من الشعراء. عبد الملك رفيس. كما قالت أستاذتي: أنتم نجوم في السماء، بدونكم لن نكون نحن كأساتذة أو كشعراء أو ككتاب. ولأجلك أفنيت أسداء الشمس في لغتي، وبنيت خرابك جرحا من الفتن. يا رب هذا العرابي الذي احترب، يا رب هذا العرابي الذي احترب، قد فر مرتعشا، هل قلت وحرب؟ يا رب هذا العرابي الذي احترب، قد فر مرتعشا، هل قلت وحرب؟ آنست من قبس الأجران والشهبا. أسعد هذا الصباح الربيعي أن أكون حاضرا بجامعة محمد البشير الإبراهيمي، تحديدا من كلية اللغات والأداب، لننظم هذا اللقاء الشعري وهذه الندوة الشعرية بمناسبة اليوم العالمي للشعر الذي يتزامن والواحد وعشرين مارس من كل سنة، من تنظيم الجمعية الوطنية لبيت الشعر الجزائري المكتب الولائي لعاصمة البيبان ولاية برج بوعريج. استضفنا فيه كوكبة من الشعراء والأكاديميين أمثال البروفيسور رابح بن خوية، الدكتور سليم سعدلي، إضافة إلى الجلالي بن عبيدة، نسيمة بن مسعود، وعريب عبد المطلب. وشكرا جزيلا لك. نسيمة بن مسعود، شاعرة مشاركة في الندوة الأدبية المقامة إحياء ليوم الشعر العالمي المصادف ل 21 مارس، حيث أقامتها منارة الإبداع الأدبي بالتنسيق مع بيت الشعر في جامعة محمد البشير الإبراهيمي. كانت ندوة قيمة بمشاركة أصوات شعرية من مختلف ربوع ولاية البرج.